بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أحبابي في الله، تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أحبابي في الله، اليوم جبت لكم واحد الوصفة صالحة، جوج وصفات لعلاج الناس اللي عندهم حبوب في الجسد ديالهم، او عندهم التهاب في الجسد ديالهم، او عندهم حبيبات صغار في الشعر ديالهم. ولكن عندنا واحد الحيله ان شاء الله غادي نديروها، وان شاء الله بحال الناس اللي عندهم مرض السكر تينوض فيهم واحد الحبوب رقيق في الجسد ديالهم، او البنات اللي عندهم حب الشباب تينوض لهم في الجسد ديالهم في الظهر ديالهم. وكاينين الناس اللي تينوض لهم تيكون عندهم واحد الحبوب، تيكون في عندهم واحد الحبيبات صغار تينوضوا لهم وراء الرقبه ديالهم في الشعر، ولانه تيكون موسمي، اما وقت الفريز ولا وقت شي فاكهه تتكون موسميه انها تينوض هذاك الحبوب، تيبقى يعطي الشعر، تتحس براسك بانك داك الحبيبات تيعطيوك واحد الحريق وراء الشعر ديالك. اول حاجه بيتادين، كل شي تعرفها، مطهر او معقم. بيتادين الاخضر، ناخذ بحال هاد البندوش، او ناخذ باندوش او شامبوان للشعر، ندير سبع قطرات من بيتادين. وغادي ناخذ هاد باندوش، غادي ندير فيه سبع قطرات من هاد بيتادين، وغادي ان شاء الله الوقت اللي نبغي ندوش، اذن هذا سيبقى هو الاخر، غادي نوصل به الجسد ديالي ونخليه تقريبا 5 دقائق، وغادي ان شاء الله غادي تحسوا بالفرق. الناس اللي عندهم هاد المشكل، النساء اللي عندهم السكر تينوضوا في، تيكون عندهم واحد حبوب رقيق تيكون ما بين الفخذين ديالهم، يديروا سبع قطرات مع فازلين. مهم شامبان يديروا سبع قطرات من بيتادين، او باندوش يديروا سبع قطرات، وفازلين للدهن. الناس اللي عندهم الفخذين تينوض فيهم هاد واحد التهاب، ندير سبع قطرات مع فازلين، ونحاول الوقت اللي نمررهم غادي يبدا يلتئم هذاك الطياب او الجرح، غادي يبدا يلتئم. اما الشعر اللي تينوضوا فيه حبيبات رقاق، جيد ليه هاد بيتادين مع شامبان، او نديروا الجسد ديالي، اللحم ديالي مع باندوش ديالي، وندير فيه سبع قطرات. اذا ان شاء الله بحول الله وقوته نحاول انني نضيف لهاد سميتو، نحاول نحلو ونضيف سبع قطرات هنايا. ان شاء الله ديروها وتفكروني ان شاء الله. اذا الوصفه ديال اليوم بغيت نشاركها معكم، وانا شاركتها معكم. الى عجبتكم خليوا لايك او دعموا القناه او فعلوا الجرس او تابوناو بحول الله وقوته، الى وصفه اخرى ان شاء الله.